وسهلا ومرحبا. اليوم طبعا في الى الوجهه جديده، مكان جديد، مش المطعم يمكن مش جديد لكن المكان جديد. موجودين في تايم اوت ماركت في دبي مول، بشوف اللي عنده، احتمال نجرب مطعم ولا مطعمين ولا ثلاث ولا اربع، بس بندش بنشوف ونوافيكم باخر الاخبار. ملاني تي مستوي اسود، شكلي غلطان، جايين الجمعه والمكان زحمه فتتريح في الدور اللي ما ادش قافلين علينا الباب. هني من تدخل الوضع كانه لعبه الكراسي، لازم تدخل وتلحق تحجز لك مكان قبل لا تطلب. حاليا في فكل منتظر متى يرن هالجهاز العجيب، في انتظار توكم منامكي. يا سلام، شكله وجبتنا هاي. طبعا حاليا انا سويت وايد مشهور، عندي وايد فيوز، اجرت لي واحد يشل الاكل. هنا تبدا رحله الاكل، عندنا التشيز برجر، ساندو، الميسي فرايز. نشوف شو وضع الامور الخطيره هاي. صاحبي صار ياخذ ماي، فالحين هسه طالع اشوف سندويتش تهنى اكبر عن سندويتشتي. لا ببدل، باخذ هاي احسن. بسم الله. الوضع خطير ما يطمن. طبعا لازم القليل من الميسي فرايز. يا سلام، لازم دايت كول. كما عودتكم انا دائما صريح معاكم، البرجر جيد مو بكثر ولا اقل. كم من عشرة؟ كم من عشرة؟ سبعة من عشرة. سبعة من عشرة. الفرايز بعد جيد، كم من عشرة؟ 8.5. 8.5، بس انا اقول 8. الحين ندخل في سندويشن الدياي. من وين نبدا معك؟ من وين ابدا معك؟ دياي من الاخر يفوز.
قمت أعرق من الأكل. يا شباب يا شباب تقييم في البركة للحين ثمانية من عشرة. ثمانية والله صراحة أنا قيمها عشرة. تقييم المساعد عشرة، تقييمي أنا ثمانية. عشان تعرفون أن ذوقي حلو. ولا ما ادري لان انا دافع الحساب. هني نهاية فقرة العشاء. بشكل عام يعني اللحم كان زين، 7/10 مقارنة بوايد يعني أماكن موجودة عندهم عشاء وايد أحلى. الدياي بعد، بس الدياي عندهم من أحسن صراحة الأماكن عندهم سندويشات دياي، ف8/10. الفرايز أوكي ماشي حاله، يعني اللي يحب صرف المسي فرايز وشي يمشي الوجبة، فبشكل عام حلو. وبصراحة المكان بشكل عام يعني شوية الأجواء مختلفة، يعني فيني شو اسم المكان؟ تايم أوت دبي ماركت. المكان شي وايد مطاعم وأشياء، فالجو شوي حلو يستاهل الواحد يجرب ويلس فيه. بعد نشوفكم في تحلية ولا ما في؟ عليك لازم بصير نحلي. وعقب من عقب العشاء المساعد اليوم غير ما يستي لازم لي نحلي، فعزمني دب اندب. خلينا نشوف، بنطلب عقب بخبركم سالفة المساعد. خلصنا الاوردر، لازم اخبركم سالفة المساعد. ففي مرة من المرات الحبيب كان يعني معزمي بقى يبدا الدايت، فكان يكلمني بكل جدية يعني يقول لي يقول يا اخي بخف وزني شو اسوي؟ قلت له ما عليك، انت بس خف اكلك شوية، يعني مثلا الغدا خف من العيش، كثر من دايت، يعني زيد من البروتينات والسوالف. قال لي اوكي. قال لي زين والريو؟ قلت له نفس الشيء يعني بيض وسوالف. قال لي العشاء؟ قلت له العشاء يعني تقدر انك مثلا مول ما تاكل عشاء. لا ما قلت له مول ما تاكل عشاء، شو قلت له؟ قلت له يعني العشاء سلطة. الريال يقول لي زين السلطة اكله قبل العشاء ولا اكل العشاء؟ ما كان مستوعب ان السلطة هو العشاء يعني. فهي سالفة مساعدنا. يلا خليه يوصل الاكل وعقب نشوفكم. نحلي عندنا اليوم المولتن كيك، وشو يسمونه ثاني؟ فيتوتشيني. فيتوتشيني Thank you.
إذا الفيديو اليوم ما يبكم ترى المخرج ما حد من تيم. اسمح لنا المخرج. على العموم دب ندب. سكري ومتن على الفاضي. ما يستاهل. فكم من عشرة؟ خمسة حرام عليك. 4.5/10 ما يستاهل. وهذه نهاية جولتنا لليوم. أتمنى أنكم استمتعتوا بالمشاهدة وللقاء في الحلقة القادمة. طبعا أنا ما أقدر أسوي حركتين مفضلة وأصارخ، لكن شير لايك سبسكرايب.